كتب عنها الشعراء والأدباء، عزفت الموسيقى وكتبت الأناشيد لها، فتنت كل من رآها أو زارها، بل منهم من لقبها بجنة فوق الأرض، ثم بعدها للأسف بالفردوس المفقود. مشاهدينا الكرام، مرحب بكم في هذه الجولة من غرناطة جوهرة الأندلس. غرناطة ليست مشهورة فقط بمآثرها التاريخية التي تنشط قطاع السياحة في هذه المدينة، بل هي أيضا مدينة فلاحية من الطراز الأول، ونسبة كبيرة من ساكنتها تشتغل وتنشط في الفلاحة. وقطاع الفلاحة يعتمد أساسا على الزيتون وزيت الزيتون، ولذلك فأشجار الزيتون توجد هنا في كل مكان وتغطي منطقة الأندلس وخصوصا التلال والسهول المحيطة بمدينة غرناطة، ما يجعل إسبانيا ضمن أكبر مصدري زيت الزيتون في العالم. غرناطة اليوم هي مدينة صغيرة يسكنها حوالي 240 ألف نسمة، تقابل معظمهم على أرصفة المقاهي أو خلال تجولك في أزقة المدينة. في الحقيقة يبدأ الشوق لغرناطة في اللحظة التي نودعها فيها، وبين هذه الأسوار وبين الزخرفات والقصور والمساجد والمعابد لا نستحضر إلا ما قاله نزار قباني عن هذه المدينة: الزخرفات أكاد أسمع نبضها، والزركشات على السقوف تنادي، قالت هنا الحمراء، هنا الحمراء زهو جدودنا، فاقرأ على جدرانها أمجادي. أمجادها ومسحت جرحا نازفا، ومسحت جرحا ثانيا بفؤادي، يا ليت وارثتي الجميلة أدركت أن الذين عانتهم أجدادي، عانقت فيها عندما ودعتها رجلا يسمى طارق بن زيادي.